كالمعتاد نبدأ باستعراض سريع لأهم الأخبار المصرية والإقليمية، والبداية من بكين، حيث الرئيس المصري يلتقي نظيره الصيني بالتزامن مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين القاهرة وبكين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. الرئيس المصري يؤكد لنظيره الصيني ضرورة وقف الحرب في غزة، ويحذر من خطورة العمليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية على الأصعدة السياسية والأمنية والإنسانية. الرئيس الصيني يشيد بدور مصر المحوري وبجهودها الدؤوبة للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ويؤكد رفضه التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم. مصدر مصري رفيع المستوى يقول إن إطالة أمد الحرب في غزة هو هدف إسرائيلي للتهرب من الأزمات الداخلية. إذاعة جيش الاحتلال تعلن مقتل 3 عسكريين من لواء نحال وإصابة 5 آخرين من بينهم 3 في حالة خطرة بعد اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في غزة. البرازيل تعلن سحب سفيرها لدى إسرائيل احتجاجاً على مواصلة جرائم الإبادة الجماعية في غزة. منظمة الصحة العالمية تحذر من ارتفاع معدلات الوفيات بشكل كبير إذا استمر التوغل الإسرائيلي في رفح. جادي أيزنكوت الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي ورئيس الأركان السابق يقول إن تحقيق الاستقرار في رفح الفلسطينية قد يستغرق من 3 إلى 5 سنوات. أما وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش فيدعو القوات الإسرائيلية لتنفيذ عملية في الضفة الغربية وتحويل الوضع في الضفة كقطاع غزة حالياً. الكنيست الإسرائيلي وافق على مشروع قانون يقضي بإعلان وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية بتأييد 42 عضو ومعارضة 6. رئيس الوزراء المصري يوجه الدعوة للحوار الوطني لوضع تصور للتحول إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني، ويؤكد أن الدولة ستظل ملتزمة بدعم السلع الأساسية.